أهلاً وسهلاً بكم. نعمل أول وصفة في حلقة النهاردة اللي هي كيك مع جالي الأناناس والكريز. ومقادير الكيك 2.5 كوب دقيق، 2 كوب سكر، 1 معلقة صغيرة بيكنج باودر، 1 معلقة صغيرة بيكنج سودا، 1 معلقة صغيرة ملح، 1 كوب لبن، 0.5 كوب زيت، 1 معلقة كبيرة فانيليا، 2 بيض و0.5 كوب عصير أناناس. وبالنسبة للنوعين الجالي هيكون عندنا جالي الكريز 100 جرام من جالي الكريز البودرة، 1 كوب ماء مغلي، و1 كوب حليب مكثف محلى. وبالنسبة لجالي الأناناس هيكون عندنا 100 جرام جالي أناناس بودرة، 1 كوب ماء مغلي، و1 كوب حليب محلى مكثف. نحط المية على النار لحد ما نعمل الكيك عشان تغلي وتبقى جاهزة، ونبتدي دلوقتي نضرب السكر والبيض مع بعض، وبعد كده هنزود عليهم الزيت واحدة واحدة أو بالراحة خالص علشان يعمل إيمالشن، وبعد كده نكمل نحط بقية المقادير. نبتدي نضرب. دلوقتي هنزود كل المقادير الجافة. حطينا مع بعض الدقيق والبيكنج باودر والبيكنج سودا والملح، وهنحط عصير الأناناس واللبن وهنضربهم مع بعض. كده الكيك جاهز. نشوف المية اللي على النار بتغلي. هنحط جلي الأناناس مع واحدة، ونحط جلي الفراولة مع التانية. ودلوقتي نرجع للكيك الأول، وبعد كده نخلص الجالي. هنحط الكيك في صينية مجهزة بالزبدة والدقيق. طبعا نقلب الأول علشان نتأكد كل حاجة اختلطت مع بعض كويس، ونحط وهندخلها الفرن على درجة حرارة 160، وبعدين هنجيب اللبن المحلى المكثف هنحطه مع أول نوع جيلي، وبعدين نجيب التاني نحطه مع النوع التاني. طبعا ممكن نبدل أنواع الجيلي كل واحد زي ما بيحب، ممكن نستعمل فراولة أو مشمش أو تفاح، أي حاجة زي ما بنحب. أوكي، بكده نوعين الجلي جاهزين. هنجيب الكيك بعد ما بتطلع من الفرن وهنحط عليها أول نوع جلي، وهندخلها التلاجة لحد ما الجلي الأولاني ده يبتدي يجمد، وبعد كده هنطلعها ونحط عليها نوع الجلي التاني.